الحمد لله على ما أنعم وشكر له على ما ألهم وصلى الله على محمد وسلم. قواعد الترجيح الدكتور حسين الحربي قال: قاعدة: تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ. يعني إذا كان هناك من السلف 10 صحابة اجتمعوا على قول وخالفهم صحابي، نأخذ بقول من؟ الجمهور يا شباب، جمهور المتقدمين. ولذلك يا شباب إن تعجب فعجب من أحد اليوم يجلس هكذا ويتحدث في الفقه، وهذه المسألة ذهب إليها جمهور العلماء وهو قول ليس بصحيح. جمهور العلماء وهو ليس قول صحيح عندك، هذه كلمة كبيرة، يعني إلزم قدرك، إلزم قدرك. جمهور العلماء وأنا على خلافه. قال من أنت يا مسكين؟ يعني خلاص شباب، لا تخالف قولا أجمعت عليه أئمة التفسير من السلف والصحابة. طب ما هو الشذوذ؟ الشذوذ عند المحدثين خلاف الشذوذ عند المفسرين. الشذوذ عند المحدثين ما خالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان إلى آخره. خلاص، ما خالف ثقة فيه الملا فالشاذ، ده تعريف ماذا يا شباب؟ هذا تعريف المحدثين، أن القول الشاذ أن يجتمع جماعة من المشهورين بالعلم والعمل وخالفهم بعضهم، فأنت تأخذ هذا القول ثقة عن عالم ثقة، نعم، لكنه شاذ عن الجمهور. طيب، وما هو تحديد الشاذ هنا يا شباب؟ ربما يصدر عن عالم أو عالمين، لكن بجوار هذا العدد الكبير يعد شذوذا عند المفسرين. خلاص شباب، كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو الإجماع فهو رد. طيب، هذا الضابط يا شباب تقريبي، يعني إذا كان الأكثرية في العلم علماء التفسير يؤول ويشرحون قولا لا ينبغي لك أن تخالفه. انظروا إلى هذا الكلام، قال ابن جرير الطبري: ولا يعارض بالقول الشاذ ما استفاض به القول من الصحابة والتابعين. شو انظروا يا شباب، يعني قول واحد أو اثنين من المخالفين لا يعد شذوذا، فالشذوذ عندهم هو أن يخالف بعض المفسرين أكثر المفسرين من الصحابة والتابعين. طيب، ولا دليل، لأنه ربما يخالفهم بدليل، ربما هناك 3 مفسرين وهناك 10 مفسرين، لكن هؤلاء 3 خالفوا 10 بماذا؟ بدليل. هذا مقبول يا شباب. ولذلك هو ينص هنا جمهور السلف، لم يقل جمهور المفسرين. لماذا؟ لأن عندنا جمهور عدد كبير من المفسرين يفسرون في تأويل الصفات، هل ستأخذهم حجة وهم خالفوا مذهب الصحابة مثلا؟ لا. ولذلك يا شباب لابد أن نفهم هذه الاختيارات. طيب، هل هذه الحديث القاعدة لا حجة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر مر بها، فصلى العصر ركعتين، فقال رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أأنت نسيت أم أن الصلاة صارت ركعتين؟ قال: ما نسيت وما قصرت الصلاة. ثم نظر صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة: أما يقوله ذو اليدين صحيح؟ ذو اليدين كانت يده طويلة، شكلها طويل على الجسد، خلاص شباب اليد الطويل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما يقول ذو اليدين؟ هذا ليس ذما يعني له، هذا تعريف لأنه اشتهر به. فقالوا: نعم يا رسول الله، صليت ركعتين. فأخذ بقولهم ورجحها. أين الشاهد؟ قام ذو اليدين وقال: يا رسول الله، صليت ركعتين. والجميع ماذا؟ سكوت، والسكوت إقرار، بخلاف ذاك، لأنه لو كان السكوت معناه الموافقة، لا، السكوت هنا ليس معناه الموافقة. إذا قام رجل وقال: يا رسول الله، صليت ركعتين، والجميع ساكت، بل الجميع يرى أنه ما صلى ركعتين، فهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: استوضع، أحق ما يقول؟ قال: نعم. إذا ليس قولا شاذا الآن،
ليس قول واحد بل قول من؟ الجميع. خلاص فلزم فقام صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين. الدليل الثاني ربما يكون أوضح. جاءت الجدة، تعرفون يا شباب الجدة؟ ها؟ جراند ماذر سموناها في اللغة الإنجليزية، جراند ماذر. طيب في اللغة الإندونيسية ماذا؟ ها هذا كما تقول يعني. طيب جاءت الجدة إلى أبي بكر، قالت أنا أريد الميراث، مات ولدي الولد وأنا أريد الميراث. فقال أبو بكر لا أجد لك في كتاب الله شيئا، انتظري حتى أسأل. فسأل الصحابة، فقال المغيرة ابن شعبة نعم لها السدس، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحكم لها بالسدس. فقال أبو بكر هل معك أحد على هذا؟ قال نعم محمد بن مسلمة. قال أتني به. فجاء محمد بن مسلمة وأقر ما قاله من؟ المغيرة بن شعبة. فإذا بأبي بكر ينشئ هذا الحكم، لأنه لم يعد شذوذا، لأنه الآن عندنا أناس مخالفون لم يسمعوا، وهناك أناس يقولون بهذا القول. طيب من سمع حجة على من يسمع. لما جاء المغيرة بدليل شاهد، هناك شاهد على ذلك، خلاص قبل أبو بكر منه القول لأنه لم يعد شذوذ الآن. خلاص شباب، وعضده. يبقى إذن كانوا يرجحون بكثرة العدد، وأنتم تعلمون لما قال أبو بكر وعمر لزيد بن ثابت اجمع القرآن، لا يأتيك أحد بآية مكتوبة إلا ومعه ماذا؟ شاهدان. يعني كثرة العدد مقبولة عنده. وكان لذلك يرجح ابن كثير وابن جرير وغيرهم هذه الأقوال، ويقولون لأننا لا نرى مخالفة هذا، وقد ذهب عامة المفسرين. مثال يا شباب تطبيق عملي ونختم به، في قول الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، في صفحة 294. طيب قال مجاهد في تفسير هذا الآية أن المسخ كان معنويا صوريا لا حقيقة، يعني ما تحولوا إلى قردة، ما تحولوا إلى قردة. فقال الجمهور، جمهور المفسرين، على أنهم تحولوا قردة. يعني كيف هذا القول مجاهد؟ وإذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. لا، لكنه قول شاذ يخالف كل أقوال الثقات فلا يقبل. نحن نقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك هذا التفسير. نعم، لكن إذا لم يكن له مخالف كيف وقد خالف؟ خلاص شوف، هذا اجتهاد منه مخطئ هو فيه خلاص. ولم يكن غيره من المفسرين، والسياق قرينا، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. جعل خلاص، الأصل أن اللفظة تدل على الحقيقة إن لم يكن هناك صارف عن المجاز، لا يوجد صارف، هذا قول أحد والآخرون مخالفون. ولذلك رد الإمام الطبري قوله، قال وهذا الذي قاله مجاهد قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف، يعني يخالف ظاهر كتاب الله تعالى، لأن الله تعالى أخبر أنه جعله قردة وخنازير وعبد الطاغوت، وأخبر أنهم قالوا للنبي أرنا الله جهرا، وأخبر أنهم قالوا إلى آخره. فقول جميع الحجة التي لا يجوز عليها الخطأ والكذب يكفي دليلا على فساد قول المجاهد. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد.